الو اوبن ذا دور. واهلا وسهلا بالحبايب، نورتوا القناة. اليوم هو يوم مميز بالنسبة لإلي، عيد زواجنا وعيد ميلاد مروة، فحبيت فاجأة بطريقتي. تابعونا لآخر الفيديو لتعرفوا كل التفاصيل. هلو مروة، اهلا، كيفك؟ تمام. فيك تحطي لي هاي شوي؟ ايوه مروة. نحن هلا وصلنا، اوكي؟ شو بتتوقعي؟ متوقع على شو؟ انت شو حاسة؟ حاسة انه في شيء له علاقة بهيك بهيك يعني. هيك شو؟ مثلا احكي يعني عادي؟ ايه احكي، بس فرجيني اللوكيشن، وصلنا ولا ما وصلنا؟ ما بعرف، شوف خلص. فرجيني. انت مو شايفة صح. يعني يا جماعة دقيقة واحدة لنوصل، ومروة متشوقة لتعرف. متشوقة جدا. شو ترتيب؟ لا انا ما بحب هي، خلي عيوني مسكرة. طيب لوين انزل؟ خليكي أنا. انت خليكي خليكي انت، يلا انزلوا بابي. يا ساتر. طبعا مروة مسكينة ما لها فهمانة شو الطبخة. طب وانا؟ انزلي، هاتي، استني ايدك، هاتي ايدك، اصحك في رمل. مالي شايفه. انزلي وين؟ طيب هاتي ايدك. ليك 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 مدي مدي. وين ايدك؟ مدي، استني شوي. يلا تعالي سكري الباب. شرفك. سكري الباب. سكري الباب. قال انت عم تطلب مني اعمل اشياء انا ليش؟ خليكي عم تقربي على الكاميرا كثير، روحي شوي، خليكي خليكي. روحي لهي افتلك. بعد يمين يسار. لا هيك هيك هيك. لا يمين 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 يمين، خليكي واقفه هون، ما تحركي ما تحركي. وليه والله بخاف توقعني. لك لا تخافي، ماسكك شبكي، خايفه. اوبن ذا دور. اوه شايفه شو هيدا؟ شو هيدا اللي بالي؟ لك سنة رح اتفركش. لا تتفركشي ولا على بالك. طيب قولي لي شو بتتوقعي على السريع. شو متوقع يعني؟ شو شو جايب لك؟ شو عامل لك؟ شو مساوي لك؟ والله في مفاجأة حلوة يعني، في مفاجأة حلوة. هابي بيرثدي. لا 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 لا، ده كله عشاني. الله الله. شو رياكشنك؟ اصعب من رياكشن بناتك شايف. لا والله فاجأتني انه كل هالجموع. شايفة هالشموع؟ هالشموع مو هالجموع. شكرا شكرا شكرا. والله خجلتني، خجلتوني يا جماعة. شكرا. شكرا على المفاجأة الحلوة الجميلة. فاجأتني وخجلت تواضعي يعني، طلعت حتى تعرفي. تذكري شو عملتي بعيد ميلادي؟ متذكرة؟ متذكرة. هلا كلكم كل شو صار بالمشاوي يا جماعة؟ ما بحبوا اجواء الشهرة. اهلين، الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. شوفي اعطيني رأيك بالاشراف. سلم ايديك بابي. عمورة. طبعا عنا بالعيلة ما بيحبوا يطلعوا على الكاميرا، فمشان هيك بس عم نصور لكم. لا لا عادي، عمورة طلعوا طلعوا. عمورة. هاي عمورة. الله يسعده. لك توقعنا نجي الاكل جاهز. فحطي لك فحل هالبصل بتمك. امانه امانه. شكرا. امانه لانه هات. اوعي سخن سخن. ها سخن. لا مو كثير. وين الشباب؟ طبعا روح قلبها، حتى لو عيد ميلاد، حتى لو بزواجنا، حتى لو شو ما كان، ما عنده مشكله يعني بالموضوع. المخلوقه عادي بحب بصل يعني. ابدا صبر دغري على المي. وابنك هداك حيصير باواعي اصلا، حيصير باواعي. خلينا نلحق نلبسهم. يلا لبسيهم. يا جماعه حابب اقول لكم انه مروه نسيت كل شيء. والله لو قلكم ايه. شو كان عايزين بدنا نجي. والله العظيم عم تدقي لي. ايه صح. خالصه ما جمع مخها. انت مسكينه. انت متخيل شو كنت قايل لي ليش بدنا نجي؟ انا متخيل انه قايل لك ليش بدنا نجي. انا بس يعني لا والله جاي عامل لك مفاجاه اجتماعيه كانت ما بتتحمل 1% من اللي عامل لك مفاجاه. عيد ميلادك لازم كنت اقول لك يعني. طيب ورايحين ننام. ما بصير. هلا هلا حدبرك. عندي عندي الموضوع كله عم يشتغل من وراي. والله طلع حتى تعرفي صرنا 4 ايام عم نخطط مشان عيد ميلادك. طبعا والانيفرساري حبيبي صار لي 7 سنين. طيب انت شو خططتي لهذا اللي عم تحكي عنه الانيفرساري؟
للانيفر انت اللي لازم تحتفل فيني بالانيفرساري. انت ما لازم تحتفلي فيني. لا يعني الحمد لله. تفضلي 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 لنكفي ناكل وبعدين بنتحاسب. تفضل. هلا بينزل بابا وبينزلكم. مين بابا؟ بابا بده يقعد ينبسط هلا. خلاص انا لا مهمتي خلصت لهون. شو خلصت؟ ما خلصت. ماري هلا بلشت. هلو طالعين نتغدوا اليوم الخميس ليه؟ ليش يعني؟ يمكن منا نطلع عندنا مصاري زياده. عن جد كل واحد من جهه شكل. يعني على فكره انا البيرث داي جيرل لازم ما تشغلوني. ليش كيف قاعدين عم تخلوني اشتغل؟ يعني مهمتك لهون خلصت. هلا صار وقت الشغل. خلص الدلال وخلص العناق يعني. وخلصت المعايدات. لا في بارت الهدايا اهم شيء لو سمحت. شو هو؟ اوه لا تقلي ما شفت شيء. جيتي احلى هديه. طبعا طبعا اكيد. هاي اخذ لك مزرعه، شو بدك احلى من هيك؟ ماشي شكرا لك. طبعا شو ما اخذت لك قليل عليكي. شكرا. خجلتي؟ لا بخجل انا من هيك كلام. حبيبي؟ نعم. الناس عم تشتغل، انت قاعده عم تتمرجحي؟ اذا عيد ميلادك يعني اوكي زودتها. ما زودتيها لانه ابوك بلش يتزوج مبدئيا. لا حرام عليك. شوفوا تيم. هاي يبروني عيونك. ماري يعني اليوم يوم السعد للولاد. طبعا لإلي طبعا يعني كمان. To you, happy birthday to you, happy birthday حروشي, happy birthday to you. 31 سنة من الإبداع ما شاء الله والأمل. ما شاء الله حولك. والأيام اللي جاي أحلى إن شاء الله. إن شاء الله العمر كله. يلا اوكي. شكرا شكرا شكرا. لا شكرا. احلى 7 سنين قضيتهم بحياتي مع مروه طبعا. لا اللي احلى انه ضحك علي يوم عيد ميلادي. فرق يوم بين عيد ميلادي والانيفرساري. مزبط وضعك مشان ما تعمل شغلتين. طبعا انا لانه بايدي الموضوع كان. يلا كل عام وانت بألف كل عام وانت بخير. بدك تغني هابي بيرثدي لل العمر وإن كله. ان شاء الله هيك. ان شاء الله العمر كله نصفه مع بعض. ان شاء الله يا رب. تفضل. السبب بزواجنا. السبب الرئيسي. الله يجزيك الخير يا عماد. Ladies and gentlemen, are you ready? Ya salam. والأجواء كانت عائلية بامتياز، وأولادي مكيفين على الآخر وما طلعوا من المسبح يوميتا. صراحة كان الجو بشهي السباحة والأجواء مولعة. اسمع الطبل. قل لقلبك إني قلبي يحبك. إن قل لقلبك إن قلبي يحبك. الله الله جايبني كمان على مكان فيه عبارات حتى تعرفي. ما بجيبك غير على هيك أمكنة.